هي عصيرة الغلاظة، وين لبنى؟ ما بعرف. هي الثانية كمان. معقولة تكون رجعت؟ قومي سميحة، افتحي قومي. تكون هزار قبلت عزيمتك على الغدا. امسكي لبنى، امسكي حجتك. يا بعيد، ان شاء الله ما تكون. بس بتعملها بترجع، بترجع هلا. والله بتعملها. شو مين؟ واو شو حلوين هالوردات، يا ترى من مين؟ من مين بده يكون يعني؟ إلى أجمل نساء الأرض حبيبتي. هذا أكيد وائل، بتعرفوا مو صلي فترة هيك عم نتناقر أنا وياه، عنده هيك جستات لطيفة أكيد حسادة مو بعت لي إياها، يقبر قلبي. ومين قال لك أنه من وائل؟ بركي هذا لإلي. من مين حبيبتي؟ من المعجبين اللي مقتلين بعضهم؟ وليش عم تتمسخري؟ حبيبتي هاي الباقة من شادي. ومين شادي؟ المخرج اللي بدي اشتغل معه هلا. مو معقول شو شفاف ورقيق وناعم ورومانسي. اي طولي بالك انت وياها، لا تتخانقوا، خليكم صحاب وحباب. الباقة لا لإلك ولا لإلها، الباقة من سامي. سامي؟ ايامك يا درسانه، منو هاد كمان سامي؟ اخوه لرغب، ما حكيت لك، تعرف علي من يومين وقال لي انه ما شاف فيني، وهو بعث لي الباقة اكيد. والله وليش كتير متأكدة أنه منه؟ مبين. شو مكتوب على الكرت؟ إلى أجمل نساء الأرض حبيبتي. يعني القصة ما كتير بدها ذكاء، مبين لمين مبعوث الورد. بس في جميلة من جميلات الأرض هون كمان، ليك خامسة مو بس أربعة على الطاولة، ليش ما يكون حدا بعت لي إياها مثلا؟ ومن رح يكون بعت لك إياها؟ ابن المختار؟ لا حبيبتي، ليش لحتى ما يكون المختار بذات نفسه؟ عن جد أمكم غليظين وسألة. يلا بدك شي؟ يا مهون شو وين رايحة؟ عندي موعد مع شادي المخرج، بدي اتناقش انا وياه بالدور واتشكروا على الوردات. يلا باي. طيب هلا انت متأكدة انه ميديا؟ هلا انت متأكدة انه وانت التانية كمان لوين رايحة؟ رايحة أشوف وائل، ما بيهون علي يضل زعلان مني، تحديداً بعد ما عمل هالجست اللطيف. هلا أنتي متأكدة نور؟ ولك نور هلا أنتي متأكدة؟ لك شبون؟ مستغرب يبكي خليت والنار بقلبي وهلا واطل صغير. شو؟ أنتي وين رايحة؟ رايحة يلا باي. هلا انت ماكي متاكده سميحه؟ هلا انت متاكده انه هي علينا بقى؟ شو هالبيت؟ ما قلت لك لوين رايحه؟ طبعا لا، ليش انتوا بهالبيت تحكوا لي شيء؟ اي ولا لي كمان ما قالت لي. على كل انا كمان رايحه، هلا في عندي جلسه تصوير من بعد نازله على السوق. طب شفتي شلون بحكي لك؟ قولي ما حدا بهالبيت بيحكي لك. يا الله يخلي لي اياكي ليلي، خديني معك الله يخليكي. اي لا ما في لك، شبك والله عم بمزح، تكرم عينك بتنزلي معي على السوق. عن جد؟ اي توصيني، لانه جعبالي هيك انزل اتفرج اذا في شغلات حلوه. اي مو غلط ليكي، بس بعد ساعتين ما بتتاخري بدي لاقي لك بشارع الحمراء، رح خلص جلسه التصوير وبشوفك. استبينا؟ استبينا. اوكي عيونك زارة زير البراري ترررررم، كل ما رحة كل نشاط تجمعنا بعالي الساحر ترررم 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 ترررم، والروح مني عوسج أكبر. لا لا ما فيش ضروري، بس الحقيقة أستاذ شادي أنا طلبت نلتقى لحتى أتشكرك على الوردات الحلوين اللي بعتلي إياهم اليوم. يعني مو معقول شو لفتة حلوة منك.
اهلا نسرين. لك كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله على السلامة. كيفك؟ كيف مهند؟ تمام خير، انت كيفك؟ انا ماشي الحال، شوفت عيني تجيني الهدايا اللي عندي على السيارة. والله نية. فكر الوردة منها. وين ما تراجع مهند من غير شر؟ 20 يوم تقريبا. يا ستي بيوصل بالسلامة ان شاء الله. اهلا نور. اهلا نور. انا حطيت لك الوردة يا تافه، مو هي انا لو تبهدلينا قدام العالم. خطيبتي نور اللي كنت عم بحكي لك عنها. مرت رفيقي مهند نسرين. مرت رفيقك مهند. سلمي عليها. ايه مرحبا. الحمد لله على السلامة. انا اسفة كثير بس بتعرفي حركات هيك الشباب. مو معقولة هالخزوة اللي انخزتها، طلعوا الوردات مو من شادي. يعني اي وحدة محلي كانت وقعت بنفس الغلط، ايش بيعرفني انه هي مرت رفيقه؟ لا والنكتة مو هون، الاستاذ شادي عصب وقال انه مرتبط ورح يتجوز عن قريب. وعيب اتبلى بهيك تهم باطلة. انتي بس لو شفتي كيف زدت الوردة بنص خلقتي، وطلع بسيارته ومشي. ليش الوردات مو من وائل؟ لا مو من وائل، ويمكن بحياته ما عاد يبعث لي ورد. شبك؟ شبكي ليلى؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ فعلا شبكي؟ هالقد مخطوف لوني؟ كتير. في واحد مجنون مهووس مخه طائق لحقني وانا رايحه لعند المصور. لك مو طاري عم بيراقبني عداسه بروحاتي وجياتي؟ يخرب بيت قلبه. تهجم عليك يعمل لك شيء؟ سوالك شيء؟ فشر. ليش بيسترجي؟ اكيد طبعا مسحت فيه المزابل بنص الشارع، عم سحب حاله وهرب. برافو عليك، هيك بعرفك. ايه بس مو هون القصه. لكن مو طاري هزار طابسه فيه وحاببته وغرقانه لشوشته؟ هزار؟ ايه هزار. طلعوا الوردات مو من سامي ولا من شادي ولا من وائل، اكيد وصلانينا بالغلط. ايه لا مو بالغلط. لك من مين؟ مين؟ لا تقولي اياه. اعتبريني قلتها. معقول طلعوا للبنى؟ من مين؟ معقول؟ لبنى؟ لبنى بدي يجيها هيك باقة ورد؟ لك مين؟ لبنى؟ لك تركتها واقفة بنص الشارع بدي امشي. تعي 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 عدي هلا تلاقي الا دقت الباب وفاتت. احكي لي شو قصة هزار؟ على فكرة لا استنيه ما رح يجي، بعرفه كذاب. عفوا؟ ما في شيء ما في شيء. على هالعالم. على فكرة لكن ما تفكريني عم تحركش فيك، أنا عندي جيل. لك روح بقى يتعارك مع هزار. خلاص خلاص فهمنا. ايه سؤال صغير بس هلا عن جد عن جد. لك عن جد انك قليل ذوق؟ روح من خلقتي بقى، روح من خلقتي. لك شلون اعطيت الدور لوحده ثانيه؟ لك انت من كل عقلك عم تحكي؟ لك انت عن جد من كل عقلك عم تحكي؟ لك شلون ما في مشكله؟ طيب عن جد ما في مشكله، عن جد ما في مشكله على قله الذوق. شو سحبوا الدور منك؟ لك الله لا يوفقني على جد بنتي، لك الله لا يوفقني على جد بنتي، وانا فكرت انه الوردات منه. ماشي، ليش الله لا يوفقني؟ الله لا يوفقك يا شادي. بسيطة يا وائل لا ترد. ماشي. كمان على الأرض ما عم ترد. ماشي ماني حالي عنا يا أستاذ وائل. يا لبنى افتحي الباب بقى. لك حاجتك يا لبنى، والله العظيم ما كان بيقصدي. لك البني آدم بينسى، كلنا بننسى يعني. شو كثرت؟ لك خلصنا بقى، لك فرطي يا لبنى. جد خطيصة يا لبنى، لا تزعلي مني من شاء الله، والله العظيم اني نسيت. لك شبكي استنوا. لبنى توشتيني، فوتي اذا بتلاقيني شو احكي اللي بدك اياه. لك هاي انت اللي جوا؟ لك هلا مين اللي ساعة عم بلعي؟ شو بيعرفني؟ وين لبنى؟ بالحمام، روحي بتلاقيها هني. لك وين هاي؟ لبنى لبنى لبوني يا لبوني، قلتي يا لبوني يا حلوة. لبنى خلصنا بقى، والله العظيم ما كان بيقصدي. خلص فرطيها. لك استنى.
لألي؟ يا لبنى يا حبيبة قلبي، والله العظيم ما كان بقصدي. لك عم قلك نسيت، كلنا بننسى. شو انت يعني ما بتنسي؟ خلص بقى فسية، شو عم بعمل انا؟ ليش هيك واقفة يعني عند الباب ونازلة عم بتوسل لها مشان ترضى؟ ايه عندك ما رضيتي ان شاء الله. لكن انا هيك بتعمل فيني؟ انا عم قلك خلص كل شي بيناتنا منتهي. ايه ايه انا ما عاد بدي اياك يا اخي، حل عني. ماشي يا وائل، ما بدك تصدق لا تصدق، باي.